هنأ سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة المهندس صالح طاهر طرادة على ثقة الملكية السامية بتعيينه رئيسا لمجلس أمانة العاصمة وجميع أعضاء مجلس أمانة العاصمة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق في خدمة الوطن والمواطنين. نعم، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الدورة الثالثة التي عقدها مجلس أمانة العاصمة في شؤون البلديات بالمنامة، حيث أدى رئيس وأعضاء المجلس اليمين القانونية أمام سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة. وبهذه المناسبة أكد المبارك انطلاق مرحلة جديدة من العمل البلدي، والتي تأتي استكمالا لمسيرة البناء والتطوير للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأضاف المبارك أن تعيين أعضاء مجلس أمانة العاصمة يعكس الحرص على تطوير مستوى العمل الخدمي في المملكة بشكل عام وفي محافظة العاصمة بشكل خاص، باعتبارها الواجهة الحضارية للمملكة، مما يجعلها في مصاف عواصم الدول المتقدمة. من جهته أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة السعي لمواصلة البناء على ما تحقق خلال الأعوام الماضية ووضع الخطط والأهداف التي من شأنها دعم عملية البناء والتنمية للعاصمة كواجهة سياحية واقتصادية لمملكة البحرين. كلنا ثقة بأن مجلس أمانة العاصمة بما يملكوه من كفاءات وقدرة ومعرفة قادرين على الإسهام في مسيرة التنمية المستدامة. وزارة شؤون البلديات والزراعة وبناء على توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظ الله ورعاه، حريص على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لخدمة المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة لما في خير صلاح مملكتنا العزيزة إن شاء الله. يوم مهم جدا، لأن أداء القسم معناته أن احنا نبدأ المسؤوليات ونستغل هذه الفرصة صراحة بالشكر جلالة الملك على الثقة الغالية التي أولانا إياها بتشكيل مجلس أمانة العاصمة، وكلنا شكر وتقدير، وإن شاء الله نكون على قد المسؤولية وتطلعات جلالة الملك. وبنفس الوقت نود أن نشكر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعمه ومساندته والحكومة الرشيدة يعني. وإحنا اليوم يعني سعيدين بقيام بإداء القسم في حضرة سعادة الوزير وزير شؤون البلديات والزراعة، وعندنا يعني فريق عمل متكامل من جميع الخبرات.